ولأن وقت ضيفنا الأستاذ صبري مصري ضيق فهنستمع إلى بعض إبداعاته وإن شاء الله يعني سيغادر بسرعة سريعة. فنجانها فنجانها المختار يطل الشوق من عيني طلا ويسمع من جفون العشق يتلى يطل الشوق من عيني طلا ويسمع من جفون العشق يتلى وينسكب الحنين إذا تهانت وجمر الوجه من غنج تجلى كأن حديثها شهد مذاب بخمر رضابها الكلمات تطلى تلملم ما تبخر من أقاري أمام الغصن والكرم المدهب لها فنجانها المختال حسنا لها فنجانها المختال حسنا يداعبه الفخار يصول صولا كأن حبيبه غيم اشتياق تعطر طعمه بنا وهيلا يداعبها أمامي لا يبالي ويلثم صغرها صبحا وليلا فأضبطه وبي شوق حرور يبادرني تود الرشفة كلا فيا فنجانها المذهب رفقا أتحسب عشقك الغيداء سهلا إليك تميل في دل بقد يحرم ينعه ويحل ظلا إذا ألوانك الحسناء شاخت فجبت ودادها قد صرت كهلا فكم تأس رواها العشق صفوا جزته الهجر ألوانا فولى ولولا البن في الأوصال يسري لما أبقت عليك الغيد وصلا فحاذر إن وردت لهن نهرا وضع رجلا وصن للهجر رجلا كلانا ذاق من كيد العذار وعاد يجر للخذلان ذيلا فأبقي لعودك المحتوم حبلا ومهلا إن عشقت البيض مهلا ومهلا إن عشقت البيض مهلا معلش يا ربي يعني اسمح لي على العكاز رميت السمع للتلفاز رميت السمع للتلفاز لأطمس باقة الإنجاز فهامت روحي الظمأ بدنيا الرفض والإعداد فطلت مثلما بدر مذيعة عصرنا الهزاز تزف بشارة كبرى لحاجبها مع الغماز فطار القلب يحضنها وصار النفض عزف نشاز غدا فتح لصومعة ستقهر حالة الإعواز تعيد رغيفنا شابا ونعطي العيش للخباز وتكن العلم تحملنا على أكتافها نهداف محيط الجهل نعبره إلى الأمريك والبوقات نذيب العلم في كأس نفك طواصم الألغاز يصير الطفل حاسوبا يفكر خارج البرواز يصير الطفل حاسوبا يفكر خارج البرواز وفي خبر على عجل بدأنا الطب بالإعاز نعالج فقرنا الطاري على أنغام لحن الجاز فإذ بالقبضة انتفضت أحالت وجهها قباز أسالت نصف صبرتها فمات بخوفه التلفاز طرقت لضربها لكن رأيت دمي على العكاز. كانت يصلنا ونحن سعداء جدا وبركتنا وشرفتنا فأنتم في مقامنا وأنا أعرف أنكم لا تذهبون إلى ندوات كثيرا فأنا سعيد بكم وكم جميعا سعداء بحضرتك النهارده ونتمنى أن تكون الأخيرة إن شاء الله. شكرا للضيف وشكرا للضيف.
يعني واسمحوا لي أن أتجاوز حدود اللياقة وأستأذن يعني في وسط هذا الشارع الكريم. شكرا لكم. Thank you.